حبوبي محمد مدير مكلف بالتتبع الاجتماعي لمشاريع إعادة إسكان قاطني السكن غير اللائق بشركة الدار البيضاء للإسكان والتجهيزات. التدخل ديالنا في العملية ديال إعادة إسكان قاطني دور أيلة السقوط كتجي في إطار البرنامج الجهوي اللي دارته الدولة من أجل إعادة إسكان قاطني الدول أيلة للسقوط، وبالتالي إنقاذ هاد الناس والمرضى القاطن والمرضى من عملية من الله يحفظ إلا وقعت شي كارثة وتهدموا هذوك الديور. التدخل ديالنا في المحج الملكي كيجي في هذا الإطار، يعني إعادة إسكان قاطني الدول أيلة للسقوط اللي كيتوفروا على قرارات منع النزول موقعة من طرف المقاطعة، وبالتالي ما يمكنش ندخلو إلا في هذا الإطار، على اعتبار أن من بين الشروط اللي يمكننا نتعاملوا مع الناس اللي ساكنين هذا الدور هو أنه خص الدار تكون فيها القرار ديال منع النزول. أسجور في هذا الإطار بالمحج الملكي تعطونا وكنخدموا بعدا كنخدموا باللوائح المعتمدة والموقعة من طرف السلطة المحلية، بمعنى لوائح ديال القاطنين في الدول الأيلة للسقوط اللي معتمدة للموقعة من طرف السلطة المحلية، على اعتبار أن السلطة المحلية هي اللي كتعرف شكون ساكن وشكون ما ساكنش. لحد الآن بالنسبة للمحج الملكي تقريبا كنشتغلوا على 1800، اشتغلنا لا حنا ولا الشركة اللي كانت قبل منا متبعة هذا الإجراء، حنا وني كو ميتر دوراج ديليغي للشركه سوناداك، ولكن الاطار العام هو انه كنشتغلوا على 6900 اسره بما فيها الناس اللي كانوا كانت اشتغلت معهم لا سوناداك. هاد 6900 اسره كيسكنوا تقريبا في واحد 1800 بنايه أيلة للسقوط. هاد 1800 بناية آلة السقوط كيف قلت كيسكن فيها هاد العدد اللي شطلي ديال العائلات. أسجور اللي استفدوا من هاد العائلات بعدا كاين جوج ديال أنواع ديال الاستفادة، إما أننا كنخيروا العائلات من الاستفادة إما من شقة أو لا من تعويض مادي وبالتالي مغادرة الدار آلة السقوط. أنا بالنسبة ليا كنتكلم على قاطني الدول آلة السقوط، بالتالي التدخل ديالنا حنا كشركة كيجي بغرض إنقاذ الأرواح ديال القاطن والمرضى، بما أن القاطنين دول أيلة للسقوط خصهم يخرجوا من هذوك الديور باش الله يحفظ إلا وقعت شي كارثة ماشي تكون عندنا ضحايا في الأرواح وسميتو. بالإضافة إلى هاد الضحايا ديال الأرواح ديال القاطنين راه يمكن يكونوا حتى ضحايا في الأرواح ديال المرضى، يقد يكون شي واحد غير دايز من حدا ديك لاباتيس وتوقع
طيح يتقال، بمعنى ان حمايه ارواح القاتل والمار، المواطن العادي اللي غير دايز من قدام هذيك الضال الى السقوط الله يحفظ، الا وقعت شي وطاحت راه كيقد يتقال. هنا فين كيجي التدخل ديال الدوله من اجل اعاده اسكان هذا. وفي اطار هذا التدخل ديال الدوله كاين جوج الانواع ديال الاستفادات اللي كيستافدوا منهم القاطنين في الدور ايلو السقوط. اما كنقترحوا عليه ياخذ شقه، او لا كنقترحوا عليه ياخذ تعويض مادي وبالتالي مغادره اخلاء الضال ايلو السقوط. في هذا الاطار بالنسبه للناس اللي استافدوا اسوجور من اصل 6904 تقريبا 3983 اسره استافدوا من الشقق من نهار بدات العمليه، كيف قلت 3983 اسره، و 1094 اسره طلبوا يستافدوا من التعويض المادي ومغادره هادو، خدوا الشيكات ديالهم و عندنا الوثائق بلا راهم خلاو المحلات ديالهم وتمكنوا من الشيكات ديالهم وصرفوا الشيكات ديالهم. بلي كنقول بلا 3983 أسرة استفدت، بمعنى 3983 أسرة خدت المفاتيح ديال الشقق ديالها اللي استفدت منها. هادو استفدوا من شقق لحد الآن، بقي عندنا واحد لو ستوك بسيط قليل ديال الشقق، على اعتبار أن لونسينا ديزايمي ديزابيل لي بروموتور اللي عنده شقق يعطيهم لنا باش نسكنوا، ما بقاوش الشقق ونيفو ديال الدار البيضاء، بل حتى ونيفو ديال المحارم ديال البيريفيريك ديال الدار البيضاء ما بقاش اسي دو دابارتمون. اللي كاين دابا هو اننا غنتحولوا بلي غنساليو هاد الشقق اللي باقين ما تافيكطاوش لهاد الناس اللي باقين عندنا كالستوك صغير، غنتحولوا للتعويض المادي. معنى غادي يولي التعويض المادي اللي كاين، معنى المستفيد عنده الحق يطلب التعويض المادي نعطيوه ليه مقابل الاخلاء ديال الضال الى السقوط حمايه للارواح ديال القاطنين. تقريبا هذا هو الاطار العام اللي كنشتغلوا فيه. دابا كيف ما كان الحال اللي حط لا دوموند ديالو من اجل التعويض المادي راه كيخرج ليه الشيك ديالو، ملي كنقول الناس اللي طلبوا لي حد الان التعويض المادي وخرجوا، حيت راه ما كيمكنش نعطيه الشيك ديالو حتى يخرج من لاباتيل، راهم خرجوا 1994 اسره خادوا لي شيك ديالهم. حنا التدخل ديالنا يتعلق بالقاطن اللي كياخذ شهاده السكنه بلا راه ساكن تما، من يزاول تجاره ولا مالك ديال الارض ماشي مجال التدخل ديالنا. التدخل ديالنا كينصب على انقاذ الارواح من ارواح القاطنين من الله يحفظ توقع شي كارثه وتطيح الدار. ما التعويض ديال المحلات التجاريه ولا التعويض الاملاك هذاك الشيء ما كيدخلش في اطار اختصاصاتنا. بالنسبه لنا حنا باللي جينا وخدنا ولا حتى بالنسبه للناس اللي كانوا قبل منا، نتوما دائما عرف ليا بنتوما، حنا شركه الضال البيضاء للاسكان. باللي بدينا حنا كشركه الضال البيضاء للاسكان لونسينا مجموعه من طلبات العروض من اجل الحصول على شقق، وجبنا مجموعه من الشقق، مجموعة من الناس اللي ساكنين في الضول إلى السقوط رفضات هذيك الشقق. علاش؟ لحقاش أنا بلي مشينا جبنا الستوك اللي موجود واللي قريب، ترفضوا هذوك الشقق، الناس بقات ما بغاتش تستافد منهم، لي بروموتور ما يمكنش يبقى يتسناك، كيستعمل كتفوت المدة اللي دايرين مع البروموتور في العقدة كيريكوبيري الشقق ديالو. وبالتالي ما يمكنش نقولوا للبروموتور بقى كتلنا ايترنالمون، خاصة ان هذا البروموتور اللي كناخذوا من عنده الشقق راه ما عنده علاقة بالمحج الملكي، عنده شقق حطهم للبيع كنطلبوا منه ميزا ديسبونيبيليتي لينا
وضع رهن الاشاره لينا مجموعه من الشقق كي وضعها، لكن الناس رفضتها. هاد البروموتور ما يمكنش غير يبقى يتسنى ايترنالمو الشقق ديالو ديستوكا، وبالتالي كينتا ما غاديش ندخل في شكون اللي معطل شكون اللي ما معطلش. كاين حتى لا ديزيون ديال لا بوبيلاسيون ديال القاطنين. حنا كنجيو كنوضعوا بين يد المواطن لي مويان اللي عندنا، عندنا شقق وعندنا تعويض مادي. المواطن من حقه يختار هوك ولا هوك. بلي المواطن ما كيختارش لا هوك لا هوك، هذا سي نورمال غنتعطلوا. ما غاديش نقول المشكل كاين في السكينه، ولكن كاين ان بروبليم داديزيون. غير مصطلح تهجير، مصطلح تهجير انا ما بغيتش ندخل في هذا الشيء بلي كنقول مصطلح تهجير. شويه مصطلح شويه خايب. انا نفضل نقول الدوله كتدخل من اجل انقاذ الارواح. الدوله كتدخل من اجل انقاذ الارواح. حنا كنموبيليزيو دي زاباتمون ماشي بديك النيه ولا هاد المعنى اللي كيجيبو هاد مصطلح التهجير. انا كنموبيليزي حنا كنموبيليزيو دي زاباتمون اللي تحت يدينا واللي يمكن نتصرفوا فيها من اجل انقاذ الارواح ماشي من اجل تهجيرهم. حيت مصطلح التهجير شويه بحال لا كنجي وكنقول للمواطن ما خصكش تبقى تما، نوض قاعد تما. الو كون كان ساكن في دار اي دار غير اي للصقور ما عنديش الحق نتكلم معاه. ما انا بلي كنقول ما عنديش الحق نتكلم معاه، راه ساكن في دار اي غير اي للصقور ما عنديش حق نتكلم معاه. هذا ساكن عندي القرار، ما يمكنش نتكلم مع واحد ساكن في واحد لاباتيس وانا ما عنديش القرار ديال منع النزول اللي سناتو الجماعه استنادا على اون كوميسيون واحد ليكسبيرتيز اللي دار واللي اكد ان ديك الدار قايله للسقوط. تقريبا هذا هو الاطار العام. غير مصطلح التهجير شويه اللي ما يمكنش نستعملو انا حنا كنستعملو مصطلح اعاده الاسكان من اجل انقاذ الارواح. الله يحفظ من خاصه واننا مقبلين على فصل الصيف على فصل الشتاء، وبالتالي بلي كتصب الشتا راه الله يحفظ كتكون الدار الا كانت الدار الى السقوط راه كتبدا تتحرك بواحد الشكل ما كيتصورش. لذلك ربما اكثر من هذا راه حنا كنشتغلوا في الدار البيضاء كامله في عمليه اعاده اسكان قاطني الدول الى السقوط. كنشتغلوا في الدار البيضاء كامله لا ويليا لا بوسيبيليتي دو ديموري لي باتيس راه كيريبو. مي بلي كتكون درجة الخطورة كبيرة بزاف راه كتكون مجبر كلجنة تمشي تحرك من أجل إفراغ دوك العائلات، وبالتالي هاد من ديك الدار باش ما يكونش ماشي غير إفراغهم وتخليها واقفة، راه كتبقى كتهدد. علاش؟ إلا خويتيها وخليتيها واقفة راه كتهدد المارة، حيت ما يمكنش تقول تحبس الناس ما يدوزوش سيتو إلا كانت أون فوا، ما يمكنش تحبس الطريق، وبالتالي كتكون مجبر انك تمشي وتهدم هذيك الدار. ولكن دائما الهدم لا يمس الا الدور اللي صادره فيها القرارات. هنا لي شيفر كيف قلت لك اللي حنا اشتغلنا عليهم واللي اشتغلت عليهم شركه لاسوناد قبل اسوجور. بالنسبه للمحج الملكي كيف قلت لك 6900 اسره اللي محصيه في الضل الى السقوط في 1800 دار، وراه عطيتك لي شيفر ديال اللي استافدوا تقريبا واحد اكثر من علين واحد اكثر من 5000 اسره اللي استافدت دار شباك واحد، و كنتعاملوا مع الناس كلهم بحال. كاين شباك واحد من اجل تسهيل المصادر، جميع المصالح ممتلئه فيه، جميع المصالح ممتلئه فيه. الاشكال اللي كاين دابا هو لو ستوك لوجمو المخزون من الشقق. سيفري المخزون من الشقق ولا قليل، ولكن البديل الى ما بقاو الشقق راه كاين التعويض المادي. داكشي اللي كنعطيو للبروموتور كيديه
المستفيد على اساس يمشي الى لقى فين من عند من يشري بارطما ولا شوف هو كيفاش غادي يتصرف. حنا ما كنبنيوش انه هذا المحج الملكي المشروع ديالو يعني ياخذ واحد الوقت طويل. خدا وقت طويل غير انا يتحسب عليا من 2019 باعتبار انني ميتر دوفراج ديال لاكيب في من 2013. من 2013 وحنا كنفكروا في توفير مخزون من الشقق من اجل اعاده الاسكان قاطيني المحج الملكي، قاطيني دور الى السقوط بالمحج الملكي. كنا موبيليزي ان نومبر تري امبورطون ديال لي زابارتمون، لكن للاسف ما كاينش دي زابارتمون اللي يمكن نموبيليزيهم ديال السكن الاجتماعي اللي يمكن نموبيليزيهم وسط الدار البيضاء وسط كازا اونفا. داكشي علاش في اطار البحث على الشقق اضطرينا اننا فين ما لقينا الشقق نجيبوهم. هذا مغرب واحد يسع كل المغاربه. حنا فين ما كانت الشقق وجبناهم باللي جبناهم بنينا كنخيروا الناس. هادو هما الشقق اللي كاينين، وراه الا ما عجبكش هاد العرض ديال الشقق راه كاين التعويض المادي. حنا هنا او نيفو الدار البيضاء كازا اونفا الا كاين ان بروموتور اللي داير السكن الاقتصادي وعندو السكن الاقتصادي وسط كازا اونفا وضيوه لينا نمشيو نحاولو نشوفو الا قدينا ناخدو من عندو دي زاباتور. ما كاينش السكن الاقتصادي وسط اونفا، وهذا هو مربط الفرس. حيت كاين هاد الاشكال ديال السكن ديال لي زابارتمون ستوك لوجمون ما كاينش، مخزون من الشقق ما كاينش. الكوميتي مشات للطرح الاخر اللي هو نجيبو بديل الشقق اللي هو التعويض المادي، بمعنى راه كاين شقق اللي عجبوهم الناس ولكن ما بغاوش يمشيو فيهم، قالك حنا عطاونا التعويض المادي. هاد 1094 اسره اللي خد التعويض المادي راه كانت قدامها 1094 شقه، كان بامكان انها تختار شقق ولكن فضلت التعويض المادي. بمعنى العمليه الوحيده ونيفو ديال الضل البيضاء اللي كيكون فيها نوعين من انواع الاستفاده، الشقق ولا التعويض المادي، هي قاطني المحج الملكي اللي ما استفدوش غير من هاد، استفدوا حتى من 9000 درهم ديال الكرا. اللي طلب الكرا وبغى يخرج من لاباتيس اون اتوندون يدير الاجراءات ديالو ديال الشقه ولا ديال، كان خد اللوي راه تقريبا 1250 اسره اللي خادوا اللوي خادوا الكرا قبل ما ياخذوا الشقق ولا ياخذوا التعويض المادي. كيخرج كيعطيونا شهاده الاخلاء بلا راه خرج، كنسلموه الشيك ديال اللوي، عاد كيمشي السيد الا كان داير القرعه راه كيمشي يكمل الاجراءات ديالو ديال القرعه ديال لاكيزيسيون ديال لابارتمون، اولا كيجي كيقول لك انا ما بقيتش باغي الشقه، بغيت التعويض المادي، كيدير لا دوموند ديالو ويدير الاجراءات ديالو وياخذ التعويض المادي. بمعنى ان كل واحد خرج من الدار وخد شهاده الاخلاء ودار لا دوموند ديالو ديال الكرا كياخذو، عاد كيبدا الاجراءات ديال الشقه ولا التعويض المادي. شنو هي المده الزمنيه باش يتم اغلاق؟ انا كيف قلت قبل دائما المده الزمنيه كنظن مرتبطه بلا ديزيون ديال لا بوبيلاسيون. دابا التعويض المادي موجود بالنسبه للناس اللي باغين التعويض المادي باش يستافدوا، وكتبقى لا ديزيون ديال لا بوبيلاسيون ديال قاطيني الضول الى السقوط. واش الناس ديال الضول الى السقوط باغين التعويض المادي ولا هاد شويه ديال الشقق اللي باقي عندنا؟ مرحبا. كيبقى ماشي غير الدوله دارت خدمتها، الدوله حاولت توفر ما يمكن توفيره، لا من ناحيه لي بيدجي ولا من ناحيه
العلاقه مع لي بروموتور الشقق، حاولت ما وفرت ما يمكن توفيره. كتبقى لا ديزيون ديال لا بوبولاسيون مهمه.